حدث أكثر حول هذا الملف. ينضم إلينا الآن نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأستاذ عمر عواد. أستاذ عمر أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. أستاذ عمر كيف تنظرون إلى القرارات الحكومية هذا أو ليوم أمس بالتحديد بخصوص الإجراءات بحظر الجمعة والحظر الجزئي؟ هل هي من وجهة نظركم صادمة كما يقول البعض؟ أول شيء الله يسعد مساكنك أستاذ المستمعين جميعا والمشاهدين. حياك الله. يعني أنا بجوز بخالف شوي فيها، لا طبعا لا يمكن يكون في قرار حكومي يتفصل على قياس جميع الناس. هلا طبعا لما تيجي تحكي انه والله انا بالنسبه لي وجهه نظر قطاعي، انا بحكي عن قطاعي بشكل عام، انا بقول العمود الفقري تاعه اللي هو كان يوم الجمعه، وكنا مناجين الحكومه بجوز مئات المرات انه نعمل يوم الجمعه يرجع الدليفري يشتغل شغال. انا بقول انه خطوه ايجابيه، وهي بتساهم من الارتفاع بالنسبه للحركه التجاريه بشكل عام، وقد يكون رايح يرجع يتعافى بهاليوم الكريم ان شاء الله تعالى. وانا شايفها وجهه نظري جيد جدا، واللي قام تشيل الحكومة تشكر عليه بصراحة. أحكي لك لأنه مستحيل تعمل حكومة شيء ويتطابق مع كل الناس، يعني يجي على هواء. مثلا هلأ بتيجي تحكي لقطاع المطاعم اللي فيها قاعدة، تقول 1000 مطعم 1060 مطعم مسكر منهم حاليا فوق 900، أما وما تبقى في عندك 20,000 مطعم قاعدين بيستفيد نسبة من 60-70% بخدمة الدليفري، وحالي مشاكل كثير للجزء. يعني خلينا يعني بشكل عام أنا شايف إنه القرار إيجابي وصدقا إنه كويس. طيب. يعني كل تأمل من الله إنه يصير في يفتح الصلاة ويصير في وجبة فطور. هلا زي ما حكى معالي وزير الصحة قبل شوي سمعته بالنشرة، بقول لك إنه الوباء موجود والموج الثالث على الأبواب، يعني بالنهاية في يعني في كورونا وفي مشكلة يعني صحية. أستاذ عمر أفهم من كلامك أنكم يعني كما يقول البعض أن قطاع المطاعم والحلويات أصلا هو الأقل تضررا بسبب هذه القرارات، بحكم طبعا تم السماح لكم بالعمل ليوم الجمعة بالإضافة إلى العمل حتى الساعة 3 فجرا واستمرار التوصيل إلى المنازل. هل تتفق مع ما يقول مع ما يقولون هذا الكلام بالتحديد أنكم الأقل تضررا أو المستفيد الأكبر من هذه القرارات؟ مضبوط أخي الكريم. ما هو بدك تعرف شغلة، هلا احنا مربوط فينا ريع الخضرة، مربوط فينا الفران، مربوط فينا تاع التاكسي، مربوط فينا تاع يعني لما يجي قطاع الدليفري يشغل لك 30,000 شاب يشتغلوا دليفري. طب ما احنا نكون خدمه، عملنا خدمه لبلدنا وخدمه لهالناس، يعني خلينا نكون منطقيين. هذا طبعا اكيد انه استفادوا منه، واكيد انه كان الضرر اقل. هلا بالفترات السابقه لما قعدنا بحدود الشهرين مسكرين، برضه تنساش انه اجورنا احنا ضخمه جدا، يعني في مطاعم مجورها بال200,000 وال300,000 وفيها بال200 و250 عامل. يعني قد يكون انه اعطونا يعني عوضنا شيء من جزء من خسارتنا، عوضنا. ما بحكي لك لا، وفعلا انه يعني بالنسبه لقطاع المطاعم ما هو عانى بطريقه مش معقوله، وارتكب محلات كثيرة كانت أغلقت وعرضت للبيع. يعني ما قامت فيه الحكومة، أنا بشيد في النقطة هاي صدقا، أنه أنا يعني بحكي على قطاعي أنا بالذات. نعم. لأنه يوم الجمعة أنه كان إيجابي جدا، وفعلا أنا بالنسبة لي بقول تشكر عليه الحكومة. هلا ما بيلبيش طموحنا وما فتحتش الصلاة يوم بعد الساعة 9 المساء اللي يصير فيه وجبة فطور، بس يعني إشي أحسن من شيء بصراحة أحكي لك. يعني يوم الجمعة بيعوض إشي أحسن من شيء. ولكن أيضا أستاذ عمر، ما هي طموحكم أيضا عندما تقول أقل من طموحنا؟ هلا كان كنا نتامل انه يصير الدوام على قليل الساعه 9 اللي يكون في وجبه فطور، لانه وجبه غداء ممنوع برمضان كالعاده انه ممنوع يقدم غدا اكل بالمطاعم. هلا كنا نتامل يكون في وجبه افطار، هلا ما قدرناش نحقق هذا الشيء، والحكومه ما استجابتش للطلب هذا. بس بالنهايه في وباء اخي طارق، يعني حكينا ولا حكينا لا، في وباء وفي في مشكله صحيه، عرفت يعني على قليل شيء اخف من شيء. طيب هل يعني هذا يوم الجمعه بحل مشكله، جزء انه بحل صدقه انه بحل مشكله. يعني ليش تفكر نقول والله الحكومه ما عملت شيء؟ لا والله كويس، انا وجهه نظري انه كويس. طيب استاذ عمر، يعني البعض كان ينتقد من القطاع التجاري ككل بالتحديد وليس فقط يعني اي نقابه بالتحديد انه الحكومه عندما تتخذ القرارات لا تتشاور مع النقابات المختصه بهذا المجال، لا تتشاور مع القطاع التجاري. انتم كما فهمت من كلامك هذه القرارات جيدة ممتازة لقطاعكم بالتحديد كما أشرت أكثر من مرة. اليوم هل تواصلتم مع الحكومة؟ هل كان هناك نقاش حول فك الحظر يوم الجمعة وبالتالي السماح إلى التمديد حتى الساعة 3 فجرا في كل الأيام وبالتالي استمرار في هذا المجال؟ كلياته كنا على صلة فيه، وكان مجهود نقابي، وهذا كلياته كان مطلوب، كلياته مطالب نقابي، وتشاورنا فيه وحكينا فيه كذا مرة واستجابوا، لأنه كل يعني كل ما نطرحه أخي طارق كان إشي منطقي وإشي للمصلحة العامة بشكل عام. يعني أنا لما تلاقي هالشباب اللي كانت متعطلة عن الشغل اللي قاعدة بدون شغل، لما وفرنا لهم فرص عمل لما رجعوا أشغالهم، هالناس اللي كانت عليها أقساط سيارات اللي كانت سيارات دليفري، هلا شوف قديش كل البلد كلها سيارات دليفري قاعدة تشتغل، والكل قاعد بيشتغل والكل مبسوط والكل ملتزم في
يعني مشي امور جامعته، مشي امور قصد بيته، مرتب اموره بشكل عام. ليش ننكر يعني الشيء الايجابي؟ يعني ليش نظل دائما نحط نقطه سوداء انه لا والله غلط غلط غلط؟ يا اخي شيء احسن من شيء، انا وجهه نظري شيء احسن من شيء، واللي قامت فيه الحكومه هذا كنت اتمنى من الله انه يصير يوم الجمعه دوام. صدقا اني كنت اتمنى من الله انه يصير يوم الجمعه، لانه كان يوم الجمعه بجوز طلعت معك حلقه. يوم الجمعه هو عمود فقري بالنسبه للمطعم، احنا لما قدرنا نحصل عليه اوكي حللنا شيء. هلا في باقي القطاعات بشكل عام اللي مثلا اللي عندها قاعده ما دمت مغلقه، بس بدنا نطلع مين الاكثر ضرر ومين الاكثر استفاده. الاكثر استفاده تعيب الدليفري، يعني هذول بشكل 70-80%. لما تيجي تقول 20,000 مطعم، 10,000 مطعم او 15,000 مطعم قاعد بيشتغل دليفري وماشي امورك ممتاز جدا. بكل تاكيد استاذ عمر، يعني هناك قطاعات استفادت. نعم هنا. لا يمكن الحكومه تفصل على قياس كل صاحب مطعم فينا شيء. يعني في انا مثلا شخصيا كعمر وكنقيب مطاعم، انا مثلا هذا طالما انه في عندي الصاله بتضرر، بس باقي قطاعنا مبسوط، يعني جزء كبير منه مبسوط، ولذلك بدي اكون قدام بسط عن بساطهم. طيب استاذ عمر، بكل تاكيد ان هذا القطاع، انت تحدثت عن نقابتك وقطاعك بالتحديد عندما قلت انكم انتم مستفيدون من هذه القرارات، او على الاقل يعني مريحه بحكم يوم الجمعه، ولكن ايضا يعني للتنويه المشاهدين هناك بعض القطاعات تضررت كثيرا، وانت تعلم يعني وتتضامن معها كقطاع حتى الالبسه بالتحديد، لانه لا يمكن التمديد اكثر من الساعه 6 مساء في ظل العشر الاواخر من رمضان واقتراب العيد. اشكرك جزيل الشكر نقيب اصحاب المطاعم الحلويات استاذ عمر عواد، يعطيك الف عافيه، اشكرك كل هذه التفاصيل.